السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس، نتمنى نلقاكم على خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالصديقات الاصدقاء الحباب، مرحبا بكلكم، مرحبا بكم، الف مرحبا. كل من كيكتب خط واحد بكلمه زوينه فانا كنقول له من هاد سميتو شكرا، شكرا بزاف، كنشكركم بزاف كاملين، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا كنشكركم بزاف. كل من كيحط البصمه ديالو فانا شاكره ليه بزاف بزاف، شكرا شكرا بزاف ليكم، مرحبا بكم كاملين. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم واحد الوصفه بغيت نشاركها معكم، ديال السمك في الفران. عندي هنايا بواحد الطريقه يعني كتعجبنا، عندي هنا الصول، نص كيلو ديال الصول، عندي هنايا طريفات ديال الزبده، وعندي شويه ديال البزار، وعندي القشدة الطاريه. هادو هما السميسو اللي غندير فيه، المكونات اللي غادي ندير في هذا السمك. وعندي هنايا الكبار، هو اللي غادي نخضر به، يعني ما غاديش الملحه، حيت هذا الكبار تيكون مرقد، كيكون مالح وحامض، فانا ما غنديرش لا ملحه لا حامض. اللي بغى يزيد الحامض من بعد يزيدو صافي. وغندير معاهم هاد الخضره صوتي اللي غادي تمشى ليا معاه، وكل واحد اللي يدير اللي بغا، كاين اللي كيدير الروز، كاين اللي كيدير العجائن، المهم كل واحد كيدير داكشي اللي هو تيرتاح فيه. هذا ما كان ان شاء الله ندوز معكم دابا لهذا، غادي نديرو سهله بصراحه، ماشي شي دغيا دغيا، كنرشو غير البزار بحال هكا من الفوق، شي حاجه سهله بصراحه، يعني ولو حتى 10 دقائق الاخرين ولا ربع ساعه ويوجد دغيا دغيا. صافي ديروا طريفه تاع الزبده من الفوق، ما كيطلبش بزاف ديال الطياب. صافي القشده الطاريه من الفوق بحال هكا، وندخلوا الفران واحد 10 دقائق صافي، وها هو يكون واجد ان شاء الله عندنا. وكيجي زوين بصراحه، تيعجب كل شيء بصراحه، تيعجب الدراري، تيعجب الكبار، نتمنى تجربوه يعجبكم ان شاء الله. صافي وتلوحوا هاد الكبار من الفوق، المهم هذا اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، هاد الكبار تيبقى كل واحد و اختياري. صافي ونديروه في الفران، نشعلو عليه في الفران ان شاء الله واحد 10 ديال الدقائق، نشعلو الفوق والتحت ونغطيوه باش ما يتحرقش لينا. صافي تيطيب ان شاء الله. المهم من بعد ما صوبت الحوت درته في الفران، دست قطعت الخضره، غسلتها مزيان وقطعتها، نوريكم الطريقه اللي كندير في التقطاع. عندي هنا بطاطا قسمتها على 4 على هكا، تندير هكا، هي تختلفوا شويه وصافي على العادي، كنديروها مربعه، يعني شي حاجه تختلفوا دابا، يعني ديروا هذا الشكل، ولا اللي بغى يديرها عادي كي مولف كيديرها، المهم غير شي حاجه مختلفه وصافي. كتبقاو تقادو في الجناب ديالها بحال هكا، تتولي بحال هكا على هذا الشكل، هذا تجي بحال هكايا على هذا الشكل، هذا تجي عاطيه واحد المنظر خاص. وخيزو حتى هو كذلك، غنصاوب معاكم وحده، قطعت خيزو على جوج، خيزو بالاخص الصغير. هاد البطاطا هاد اللي بقى ما غاديش نلوحوها، يعني غنديروا بها شي شوربه ولا صوبا ولا، فهمتوا يعني ما تلاحش. خيزو ثاني كذلك تكرط وسميتو بحال هكا، غنبقاو نحيدو بحال هكا شويه الطريفات بحال هكا الجناب، عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ هكا كنجيو من هاد القنت كنقطعو بحال هكا، هاك هاك هاك، هاد الطريقة تيجي بحال هاك، شي حاجة مختلفة وصافي. يعني العادي راه حنا عارفين العادي كيفاش كيدار، كتقطعو طريفات ولا دواور، ولكن ملي تبغي دير شي حاجة مختلفة ماشي مشكل بحال هاك على هاد الشكل هذا. نعاود معاكم هادي، تيجي في المنظر ديالو شويه عاطي واحد سميتو صافي. وكن اما نبخروها اما نسلقوها، المهم اللي بغيتو على حسب، هكا هكا
صافي على هاد الطريقه هادي تتكمل تيجيو على هاد الشكل. المهم انا غنديرهم يتبخروا اولا يتسلقوا، من كل واحد يدير اللي بغى. اللوبيا قطعناها هكا على هاد الشكل هذا، يعني راه معروفه كيفاش كتقطع. صافي وغنسوطيهم شويه د واحد الدريس ديال الثومه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، وطريف ديال الزبده، وشويه ديال الزعتر. هادشي باش كنسوطيهم انايا. هذا ما كان، يلا تنتلاقاو ان شاء الله مع التقديم. من بعد ما سلقت الخضره، انا قلت لكم ديما تندير في الخضره عويد ديال الزعتر وورقه سيدنا موسى وشويه اليازير. المهم كاع داك العشوب اللي كيكونوا عندي كنستعملهم. ما غطيتش الطنجره، خليتها عريانه باش ما اللون ديال الخضره ما تتبدلش. صافي وغندوزو نسوطيها دابا يا ان شاء الله. بسم الله، عندي هنايا دريس تاع الثومه، وعندي هنايا شويه ديال البزار، شويه الملحه، وشويه ديال الزعتر مطحون. هما باش غنسوطي هذا الشيء. الملحه ما نديرهاش كلها حيت اصلا سالقه الخضره بالملحه، فما نديرهاش كلها. صافي ونشعلوا عليها تنسقاو نسوطيو فيها ونحركوا حتى تسوطي ان شاء الله. بعد ما طاب لينا الحوت ديالنا خرجناه، تيجي على هذا الشكل هذا. والخضره هي هذه اللي سوطيناها، ودرنا معها واحد السلطه غير بالخس ومطيشه والبصله والفقوس او الخيار، المهم كل واحد. صافي وكنرافقوا بالحامض اللي بغى يعصر على الحوت الحامض، اللي ما بغاش الاختيار تيبقى ليكم. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي لايك. وشكرا بزاف ليكم، شكرا شكرا بزاف ليكم على الدعم ديالكم وعلى التعليقات الزوينين ديالكم ولله يخطيكم. ومرحبا بكم كاملين الاولين، الناس اللي اول مره تيشوفوني مرحبا كاملين. وخليت لكم الراحه ان شاء الله، خليتكم على خير وبسلامه عليكم.